السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم الحركية على مستوى الحدود بين الصفائح. أشرنا في فيديوهات سابقة أن القارات والمحيطات توجد فوق 12 صفيحة تكتونية، والتي تطفو بدورها فوق أستينوسفير الأقل صلابة، وبفضل تيارات الحمل الحراري ذات المصدر الباطني، أظن أشرنا إلى ذلك في فيديو سابق، الناتجة عن تفكك بطبيعة الحال عناصر إشعاعية النشاط. إذن هذه الصفائح تتحرك على فيما بينها، إما أن هناك تقارب فيما بينها أو تباعد فيما بينها. فعلا لدينا مجموعة من الصفائح حوالي 12 صفيحة كما أشرت تطفو فوق الأستينوسفير على مستوى الحدود بين هذه الصفائح، إما أن هناك تقارب بين الصفيحتين كما نلاحظ بين الصفيحة المحيط الهادي والصفيحة الأسترالية، أو يحدث أن هناك تباعد بين الصفيحتين كما نلاحظه بين الصفيحة الإفريقية وصفيحة أمريكا الجنوبية. إذن ما هي مختلف الأشكال التي تتخذها حركية هذه الصفائح؟ إذن فعلا حركية الصفائح على مستوى الحدود فيما بينها تتخذ أشكالا متعددة. نشير إلى الشكل الأول وهو عبارة عن تباعد بين الصفيحتين. نسجل هذه الحالة على مستوى الدروات وسط محيطية، بطبيعة الحال تكون مصحوبة بحدود كسارات وهي عبارة عن فوالق، الشيء الذي يؤدي إلى حدود زلازل. تتميز بؤرز الزلازل على مستوى هذه المناطق أي مناطق الدروة وسط المحيطية، حيث نسجل تباعد بين الصفيحتين أن هذه بؤر أي بؤر الزلازل تكون ذات عمق ضعيف. بالنسبة للحالة الثانية، لاحظوا معي ماذا يحدث في هذه الحالة. هناك انزلاق بين صفيحتين على الصفيحة الأخرى في اتجاهين متعاكسين، رغم أن الصفيحتين تظلان في نفس المستوى. بطبيعة الحال هذه الحركية تحدث لنا زلازل. الحالة الثالثة أو الشكل الثالث لهذه الحركية أي حركة الصفائح، هذه الحالة تأتي نتيجة تمركز كلي محيط، فينتج عن ذلك تجاوب بين صفيحتين قاريتين، الشيء الذي يؤدي نشأة سلاسل جبلية بطبيعة الحال مصحوبة بحدوث زلازل. الحالة الرابعة وهي حالة التمر، في هذه الحالة هناك انغراز لصفيحة محيطية أكثر كثافة تحت صفيحة قارية، ظاهرة التمر ربما أشرنا إليها كذلك في فيديو سابق. إذن ينتج عن هذا الاحتكاك بين الصفيحة المنغرزة والصفيحة الراكبة حدود زلازل. هذه الزلازل المتواجدة بمناطق التمر تتميز بكون بؤرها بطبيعة الحال تزداد عمقا كلما اتجهنا نحو الداخل، الشيء الذي يشكل لنا ما يسمى مستوى بينيوف. إذن شكرا على انتباهكم، وإلى موضوع آخر إن شاء الله.